الله الكاس يكون ديالنا وغادي نتقاتلوا واخا نعرفوا نلعبوا معاه مغابط 13. برافو عليك سي بوصوفا ونعم الاسد. كيفاش كيبان لك المدرب ديالنا رونار؟ وهو مدرب في المستوى وشكرا ليه حيت معاه حيدنا كاع العقاد ديال كاع المنتخبات. انسان كيخدم من قلبه، داكشي اللي كيديروا هو في 90 دقيقه ما داروش رئيس الحكومه في 4 سنين هذه. Et comme annoncé, le référentiel unifié, Agence nationale de la conservation foncière du cadastre et de la cartographie, Direction générale des impôts, a été publié sur les deux sites des deux institutions. Aujourd'hui, nous disposons d'un référentiel des transactions immobilières qui est unique pour le Grand Casablanca. الحمد لله غيكون متابعه دائما ان شاء الله للمنتخب لانه وضعوا لنا تلفازات بفضل اللاعبين ديال المنتخب اللي هما من بينهم اشرف حكيمي كنوجه لهم التحيه من هذا المنبر اشرف حكيمي منير المحمدي والمهدي بن عطيه وكنشكرهم بزاف بزاف كنحلم وكنحلم وكنحكم على اللي كتشوف عيني انا حاليا باقي ما بانت ليش شي حاجه حالة خاصة في الحقيقة لأن المدينة الخميسات هي المدينة فاش كبرت و يعني وداك الشيء اللي شفت فيها كنت كنتمنى أنها تهي تزيد بحالها بحال المدن الأخرى القدام ولكن لقيتها هي كتزيد اللور فهذا بقى في الحال بزاف اليوم هاد الصفعة خاصة تفيقنا باش ما نعاودلكش غدا ولا بعد عام ولا عامين نفس الهضرة اللي كنقول لك دابا احنا كنلعبوا في أفريقيا ولأفريقيا طقوسها هاد البنين فين ترينات؟ ترينات في مراكش باش جات طائرة عادية ديال الركاب مسافرين تجارية رحلة تجارية احنا افخم الفنادق مدرب متوج بلقبين قاريين نجوم على اعلى مستوى بزاف الاشياء والامكانيات الموفرة لنا ولكننا نخرج من الباب الخلفي احنا مش زعلانين عليهم على فكرة احنا مش زعلانين يستاهلوا هم يستاهلوا الخروج لكن اللي ما يستاهلش الشعب ده شعب مصر ده اللي دافع فلوس ونازل بولاده وبأطفاله الصغيرين الست وسبع سنين اللي مقهورين جوه بيعيطوا والستات والشباب بيعيطوا عشان فرقة ما تستاهلش واتحاد كرة فاشل ناس فشلة عشان أغراضهم الشخصية للأسف ووردة ده المفروض ما كانش ينزل تاني الماتش ولا يلبس الفانيلا دي لو رجالة كانوا نفذوا كلمتهم دي السبب أنها نفسيا تصاب بالكآبة une depression mais vraiment vraiment très aigu لسبب بسيط لانها ترفض اجتماعيا لان كاين واحد الجمله كتردد اللي شافها تزوجتي مازال ما تزوجتيش مازال ما غتزوجش اصلا دابا الدريات هما اللي كيديروا هذا الشيء الرياضه حيت ملي كيكونوا صغار هما اللي كيبغيو واش كيبغيو ناس كيبغيو تبعوا الماتريال وداك الشيء بزاف الحوايج داك الشيء علاش ملي كيوصل ديك السن ملي كيكبروا صافي كيبغيو هما باغيين يلصقوا واش فهمتي ولا لا شنو بغيتينا نديروا نموتوا لا حنا اللي نموتوا راه كاين اللي مات كاع بفقصة شوف اخويا رونار هو السبب في هادشي كيفاش رونار هو السبب هو سيتو يجيب لي الكلام المغرب ولكن حيدوها لينا في الديوان عطوني شي حاجه مدرحه ديال القاهره كانت كاتبان لي الشبكه اكبر من التيران داكشي علاش كنت كنتيريها فين ما جات وكنقول راه هذا المركب اللي كنتواجدوا فيه اللي تيخدم بثلاث ورشات الورشه الاولى اللي فيها صناعه ونجاره الصناديق وخلايا النحل وكذلك اعاده تدوير الشمع لاستفاده المربي النحل من شمع نقي غير ملوث كذلك تربيه الملكات وتنعرفوا تربيه الملكات وما لها من دور في اعاده النحله الصحراويه المثابره المشيده اللي كانت عندنا في المنطقه واللي كادت ان تنقرض